طيب المثال بتاعنا هذا عبارة عن دائرة شغالة على شكل ماسك، تظهر من وراها صورة، والدائرة هذه بتتحرك مع الماوس، وبنفس الوقت لو حركت الرول العجل يعني بتاع الماوس تكبر الدائرة، ولو حركته لتحت تصغر الدائرة. يعني التحريك للأعلى بيزيد الدائرة، والتحريك للأسفل بيصغر الدائرة. العملية هذه معتمدة على تحريك موف كليب. الموف كليب هذا حيقوم بدور الماسك، وهذا الموف كليب حيمشي مع الماوس، يعني حياخد إحداثيات الماوس. كل ما يتحرك الماوس ويصير عليه ماوس موف ايفنت، الموف كليب هذا حيمشي معه. أما بالنسبة للتكبير فهذه ايفنت جديدة، واللي هي عبارة عن الماوس ويل ايفنت، وهذه الايفنت بتعطينا قيمة الرول اللي صارت على العجل بتاع الماوس. فإذا حركت العجل لفوق حيعطيك قيمة موجبة، إذا حركته لتحت حيعطيك قيمة سالبة. وأنا على حسب هذه القيمة بحدد إذا حكبر الشكل أو حصغره. خلينا ناخد نظرة عامة على الكود، وبعدين حنعمله من أول وجديد من الصفر. أنا موف كليب اسمه موف واحد، وجاي على مكان الماسك، والكود في ماوس ويل ايفنت وماوس موف ايفنت. في الماوس موف، الموف واحد دوت اكس هياخد قيمة الاكس بتاعت الماوس والواي بتاعت الماوس، وحيعمل اخفاء للماوس. الماوس ويل هياخد قيمة الحركة اللي جاية من الويل بتاع الماوس، اذا كانت موجبة هيو بزيد الواي والاكس بتاعت الموف واحد. طيب هفتح ملف جديد، هاي اكشن سكريبت 3، ومبدئيا هاي برسم مثلا هذه بمثابة صورة، او هاي الصورة نفسها هاي الباك جراوند، نسحبها بحطها خلفية للستيج. بعدين هنعمل لاير جديدة، علشان اللاير الجديدة هذه حتقوم بدور الماسك. هذه الصورة هاي احداثياتها 768، وهي الويب فان ارتفاعها 432 و 432. هاي كنترول انتر، هاي اجى على قد الصورة. بعدين في اللاير الجديدة هاي مثلا برسم دائرة من غير حدود، هاي مثلا الدائرة هاي. الدائرة هذه المفروض اغيرها واحولها لموف كليب، على اساس انه هذه الدائرة هي اللي حاشتغل عليها واحركها مع الماوس. لان لو حولت هذه لماسك وعملت كنترول انتر مش مبين الا الجزء اللي جاي ورا الدائرة. وظيفتها هي بدي اخلي الدائرة هذه تصير تمشي مع الماوس وهو بيتحرك. طيب الان علشان نعمل الكلام هذا بدي اضيف ايفنت. فمثلا مبدئيا بدي اضيف كليك ايفنت على هذا الموف كليب، هي دبل كليك، هي ضفت كليك ايفنت. طيب الان لو عملت بدل الكليك هذه ماوس موف، هاي ماوس موف، الماوس موف ايفنت هذه حتكون هنا على الموف واحد، بالتالي حيستجيب للماوس موف فوق الموف واحد. لا انا بدي اياها فوق الستيج، عشان اي حركة للماوس، اي موف بصير للماوس على الستيج كله يروح يحرك الدائرة مع الماوس. الدائرة الان عندي اسمها موف واحد، بالتالي باجي عن بالكود بحكي له موف واحد دوت اكس تساوي ماوس اكس، وبقول له موف واحد دوت واي تساوي
ماوس هون هاي كنترول انتر نجرب تمام. هاي صار يتحرك الموف كلب مع الماوس. كيف بدي اخفي الماوس؟ بدي احط امر هان اسمه ماوس دوت هايد هاي كنترول انتر. هاي الماوس بطل يظهر هيك الماوس صار بطل يظهر. طيب بخصوص عملية تحريك الويل ممكن ناخذ كوبي من هذا كله كنترول سي وهي كنترول في وهان هذه ماوس ويل الايفنت هي ايفنت الماوس ويل. طيب في الحالة هذه في عندنا ايفنت دوت دلتا هذا الامر اللي بجيب قيمة الويل اذا كان موجب او سالب. يعني مثلا ممكن نعمل تريس له علشان نشوفه مبدئيا. احنا هاي تو سترينج هيك بس للتجريب. هذه نسينا نغير اسم الفانكشن. هذه الفانكشن مثلا واحد وهذا واحد. فهي مثلا هنا بدي اعمل ويل هي طبع ثلاثة. ليش بعمل ويل لفوق؟ لما بدي اعمل ويل لتحت هي بطبع سالب ثلاثة. اذا هاي القيمة هي اللي بدي استغلها. وهان اجي اقول له بدل ما اطبعها باخذ القيمة زي ما هي. ممكن اقول له ماوس مش ماوس موف واحد دوت ويدث زائد يساوي الايفنت دوت تلتا. هذا حيزيد الويدث. هاي بزيد الويدث. بعمل رول لفوق اعمل رول لتحت قاعد بينقص لانه بيعطي له قيم سالبه. هيك بكون نفس الامر هذا كنترول سي هايد هاي كنترول انتر. هاي الاثنين صاروا يزيدوا الويدث والهايت وهي ينقصوا. ممكن نستعمل السكيل اكس والسكيل واي. ممكن هذه كمان نختصرها واقول له زي هيك وهي الغيها خلص. هاي نفس النتيجه.